تعالوا نروح نشوف مع بعض تقرير بس سيلر اللي زي ما حضراتكم طبعا متعودين عليه، ولكن السنة دي أو المرة دي احنا هنعمل تقرير بس سيلر مش لأسبوع ولكن لسنة كاملة. في سنة كاملة في 2022 تفتكروا ايه أكتر الكتب اللي حققت مبيعات؟ ايه أكتر الكتب اللي بجد كانت إصداراتها محققة نجاحات كبيرة جدا؟ تعالوا نشوف مع بعض تقرير البست سيلر ونرجع لحضراتكم على طول. مع اقتراب انتهاء عام 2022 يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً خلال عام 2022 بين التنمية البشرية والترجمات الأدبية والروايات وكتب التاريخ والسيرة الذاتية. تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب فن التأثير في الآخرين للكاتب باتريك كينغ، وهو من ترجمة منار محمد، ويتحدث الكتاب عن سر الروابط القوية التي تجمع الناس ببعضهم وكيفية أن تصبح شخصاً محبوباً في أي مكان. ولعشاق الرعب جاءت في المركز الثاني رواية نادر فودة 7 للكاتب والإعلامي أحمد يونس، ويمثل هذا الكتاب حالة منفصلة عن جميع ما سبقه من أجزاء تحت نفس الاسم نادر فودة، حيث توجد بداخله أحداث وتفاصيل جديدة ومثيرة وإجابات أسئلة دارت في ذهن جميع القراء. في المركز الثالث جاء أحدث أعمال الكاتبة الروائية الدكتورة ريم بسيوني بعنوان الحلواني ثلاثية الفاطميين، وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع. وفي كتب التنمية البشرية تصدر في المركز الرابع كتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه، ويتناول الكتاب أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية التي قد تكون ضارة أو مؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها. ويأتي في المركز الخامس كتاب القتل للمبتدئين للكاتب أحمد مراد، ولأول مرة يحكي الكاتب عن كواليس كتابته وعن كيفية تطوير منهجه على مدار السنين. ثم يحتل المركز السادس كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية. وكان المركز السابع من نصيب رواية خبز على طاولة الخال ميلاد للروائي الليبي محمد النعاس. الرواية كانت في قوائم الأكثر مبيعاً على مدار الأشهر الماضية، خاصة بعد فوزها بجائزة البوكر لهذا العام. احتلت المركز الثامن رواية الجمعية السرية للمواطنين للكاتب أشرف العشماوي، والتي صدرت لها الطبعة السادسة عن الدار المصرية اللبنانية في مطلع العام الحالي، وهي رواية اجتماعية سياسية. في المركز التاسع جاء كتاب مذكرات عزة فهمي تحت عنوان أحلام لا تنتهي، تناولت الكاتبة حكايتها ورحلتها بكل تفاصيلها، كتبتها وحكت فيها حكايات عن حلمها وكيف تحقق بالعزيمة والعمل الجاد. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً برواية جريمة العقار 47 للكاتبة نهى داود، وتدور أحداثها حول جريمة قتل في إطار تشويقي مثير.